من بين أهم المناطق الاقتصادية بالعالم، قفزة اقتصادية تتحقق الآن على ضفتي أهم ممر ملاحي في العالم. منطقة اقتصادية عالمية تربط البحرين الأحمر والمتوسط، مناطق اقتصادية ولوجستية بمساحة 460 كيلو مترا مربعا، 6 موانئ كبرى، صناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، شبكات طرق ومطارات، حوافز استثمارية هي الأكثر تنافسية عالمياً، تسهيلات وإعفاءات جمركية، صفر جمارك للمواد الخام، 50% تخفيضات على الخدمات البحرية، مصادر طاقة بأقل تكلفة، سوق محلي يخدم 100 مليون نسمة، وسوق عالمي يتسع لمليار وستمائة مليون مستهلك باتفاقيات تجارية دولية، أرقى مراكز التدريب الفني مجاناً، أعلى مستوى من الخدمات الإدارية عبر خدمة الشباك الواحد. مشروعك يبدأ من هنا. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السي زون. شرق بورسعيد. تمتد منطقة شرق بورسعيد المتكاملة على مساحة 144 كيلو مترا مربعا، تضم منطقة صناعية بمساحة 60 كيلو مترا مربعا، بها أكبر المطورين الصناعيين، شرق بورسعيد للتنمية EP المصرية بمساحة 16 كيلو مترا مربعا، والمنطقة الصناعية الروسية RIZ، أول منطقة صناعية تقيمها روسيا خارج أراضيها بمساحة 25% كيلو مترا مربعا. ميناء شرق بورسعيد المحوري، تم تنفيذ أرصفة جديدة بطول 5 كيلومترات بغاطس 18.5 مترا، بما يؤهله لاستقبال أضخم السفن العملاقة والتمتع بأرقى الخدمات البحرية، ليصبح الوجهة المثالية لكبار مشغلي الخطوط الملاحية العالمية. توسعات إضافية أخرى للأرصفة لتنفيذ محطة حاويات هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، ومحطة بضائع عامة ورصيف الرورو لدحرجة السيارات يشغله تحالف NYK تويوتا بوليري الفرنسي. كما يتسع الميناء ليشمل ساحة انتظار للشاحنات ومحطة لاستقبال وتدوير مخلفات السفن، بما يجعله ميناء صديقا للبيئة. ويتميز ميناء بورسعيد المحوري بقربه من منظومة أنفاق عملاقة تمر أسفل قناة السويس بخمسة كيلومترات بجنوب بورسعيد، وعلى المدخل الشمالي لقناة السويس وبطاقة استيعابية تبلغ 12 مليون طن يتألق ميناء غرب بورسعيد. يساهم في خدمة الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، كما يعد أهم ميناء لاستقبال أكبر السفن السياحية، ليصبح وجهة مفضلة لخطوط الرحلات السياحية البحرية والكروز. على بعد 30 كيلو مترا من شمال الإسماعيلية وعلى مساحة 13 كيلو مترا مربعا، تقع المنطقة الصناعية بغرب القنطرة لتشكل تجمعاً مثالياً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، منها صناعة الحاصلات الزراعية والغذائية، وهي الوجهة المفضلة لصغار المستثمرين. وللمستثمر الذي يستهدف الصناعات عالية التقنية، نقدم لك المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية، والتي تعتمد على الصناعات الإلكترونية، وأهمها صناعة المايكروتشيبس وخلايا توليد الطاقة الشمسية من الرمال البيضاء المصرية. تمتد المنطقة على مساحة 70 كيلو مترا مربعا، قريبة من مدينة الإسماعيلية الجديدة، وعلى بعد 57 كيلو مترا فقط من ميناء شرق بورسعيد.
وخمس دقائق من أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية. ومن شرق المتوسط تطل علينا منطقة واعدة تقع بالقرب من أحواض السفن الممتدة بطول 40,000 متر مربع بميناء العريش، يسهل استخراج المواد الخام منها وتصنيعها وتصديرها من منطقة واحدة. ميناء الطور، من هنا يخرج الجزء الأكبر من صادرات المعادن والشحنات الجافة وغير المعبأة. ميناء تجاري لدعم الأنشطة البترولية وخدمة الصناعات التعدينية في تلك المنطقة التنموية الواعدة بالفرص. وتبحر بنا سفينة الاستثمارات باتجاه ميناء الأدبية، أكبر الموانئ المحلية المتخصصة في أنشطة الصب الجاف والسائل. قيمة صناعية وتجارية قريبة من كبرى الشركات المتخصصة في تداول المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وأرصفة بحرية تستوعب السفن العالمية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. العين السخنة، وفي جنوب المنطقة تشرق شمس الصناعات من المنطقة الصناعية بالعين السخنة على مساحة 210 كيلو مترات مربعة، مؤهلة لاستقبال الصناعات الثقيلة العالمية وجاهزة بالمرافق ومصادر الطاقة لاستقبال الاستثمارات الناجحة. وتقع المنطقة الصناعية بالعين السخنة على بعد 100 كيلومتر من القاهرة و50 كيلومترا من العاصمة الإدارية الجديدة و38 كيلومترا من مدينة السويس. تضم أكبر المطورين الصناعيين المحليين والأجانب ومؤهلة للصناعات الثقيلة إضافة لبعض الصناعات الخفيفة. تكتسب قيمتها الكبرى من إطلالتها الساحلية على البحر الأحمر، والذي يعد المحور المركزي الفعلي لطريق الحرير الذي يربط آسيا وإفريقيا. ومن أجل خلق البيئة المناسبة لاستثماراتك الصناعية يتلألأ ميناء السخنة، ميناء القرن الإفريقي الملاصق للمنطقة الصناعية، حيث تم الانتهاء من حفر الحوض الثاني للميناء بطول 1300 متر وإنشاء محطة جديدة للحاويات بمساحة 640,000 متر مربع. موانئ بحرية تدعمها مناطق صناعية ولوجستية مرتبطة بشبكة طرق وكبار تتصل بمحور 30 يونيو الطريق الموازي لقناة السويس مرورا بطريق الإسماعيلية حتى تقاطع طريق جبل الجلالة. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نقلة نوعية تليق باستثمارك الواعد وجواز مرورك الجديد نحو مستقبل يفيض بالفرص الاستثمارية. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس SC Zone.